طروحات عددها كبير خلال الفترة اللي فاتت، في عدد كبير من الطروحات بدأ يحصل. احنا السنة اللي فاتت عملنا 6 طروحات، من بداية السنة دي في طرح بالفعل تم وفي طرح آخر في الطريق، بالإضافة ل 23 طرح اللي الحكومة أعلنت عنه. هو النقص الآن في عمليات القيد الجديدة اللي بتتم في البورصة. أنا أتصور إن احنا محتاجين إن احنا نكثف من عمليات تعريف الشركات بأهمية القيد في البورصة. عمليات الطروحات الجديدة للشركات الحكومية هتساهم بشكل واضح في اكتساب شركات جديدة للقيد خلال الفترة اللي جاية، وأتصور إن ده هيساهم بشكل كبير في تحسين مستويات القيد وزيادة عدد شركات المقايدة إن شاء الله. حضرتك أثناء الراوند تيبل ذكرت رقم إن من نوفمبر 2017 لم تقايد شركة جديدة في البورصة المصرية، لا بإثناء ابن سينا، شركة ابن سينا قيدت خلال هذه الفترة وتم الطرح بعد كده في شهر 12. لكن احنا منتظرين دلوقتي، بداية السنة بتبقى طبيعي مع إغلاقات الميزانيات بالنسبة للشركات بتاخد شوية وقت، والشركات بتنتظر لحين إتمام إعلان ميزانياتها في نهاية مارس، ثم بعد كده بتبدأ تدرس عمليات الطروحات في البورصة. عشان كده دايما الربع الأول بيكون فيه نوع من أنواع التباطؤ. هي كان السؤال هدفه الأساسي هو تحفيز المتواجدين على إن هم يجروا ناحية شركات ويحاولوا يجذبوها للقيد ويحاولوا إن هم يطوروا عمليات قيد شركات خلال الفترة اللي جاية. احنا بنطلب ببساطه شديده ان الشركه تكون كسبانه وان الشركه يكون عندها معدل نمو جيد، لان في الاخر لما بيجي من اي داخل البورصه فانت لازم تأيد شركات قويه ماليا تكون قادره على انها تحصل عمليه نمو، تكون قادر فيها على انك انت تمول عمليات التوسعات بتاعتها من خلال البورصه، ان يكون فيها شكل من اشكال القدره على زياده معدلات التطور الاستثماري اللي موجود داخل السوق. احنا بندخل شركات بنشترط انها تكون شركات قويه ماليا، وده امر جيد جدا، لان في الاخر انا مش هدخل شركات قد تمثل عنصر خطر سواء للشركات المقايده العاديه او بالنسبه للمستثمر اللي بيستثمر فيها. ايه نصايح حضرتك لاصحاب المبالغ الماليه الصغيره في ان هم يستثمروا في البورصه؟ حاولوا ان هم يكونوا اكثر دقه ويعرفوا قواعد التداول بشكل واضح، يحاولوا ان هم ما ينسقوش اي شائعات، ونحاول ان هم يكونوا بقدر الامكان موزعين استثماراتهم بشكل يحافظ على مستويات عائد مقبوله، وفي نفس الوقت كمان يحافظ على مستويات ايجابيه من التطور بالنسبه ليهم خلال الفتره الجايه.